تتفلق صدر البحر الأزرق. يا ترى ما الموج عليك وقلبي في الموج معلق. يا خدوا زبدتها من ختياريتها اللي قالوا فيها لولا حيفا ومينتها لعمرت فلسطين ولا شفنا زينتها. حيفا الأم الحنون اللي زرعت الليمون وورد الحنون فوق نكبتها ولمت لكل مين لجأ إلها حضنت، وبفسيفساءها التعددي لا للعنصرية بشعارها هذا توحدت. لما نقول حيفا بيجي على البال والخاطر حيوادي الصليب والنسناس. النسناس عصب حيفا العربي، ومن بعد 48 أخذ شهرة أوسع بين الناس. أما الصليب، من التقاء الواديين بشكل الصليب اكتسب تسميته. هالمغزى الديني أيضاً بيبقي على حقه، الحق اللي ما بيشيب. يا حيفا يا حيفا يا حيفا. دكتور جوني، يعني احنا اخترنا هاي المرة بما انه تاريخ حيفا لا ينضب نحكي عن الاحياء العربية المتبقية في حيفا، ايش هي؟ سعدد لنا اياها. يعني اذا بنبدأ احنا من الاحياء من القديم للاكثر حداثي، بناخذ حي اسمه العتيقة، محطة الكرمل، وسمي العتيقة لانه فيه كثير من بقايا حيفا القديمة. الحي الثاني القديم هو حي وادي الصليب، بيجي من بعده حي وادي النسناس، حي الحليصة، واخر شيء حي وادي جمال. خلينا نركز اكثر على حي وادي النسناس، واللي يعني صراحة الواحد لما يفوت هناك ويمشي بأزقته بشعر بحيفا قبل 48، لأنه ما زالت معالم عربيته هويته العربية قائمة لحد الآن بكل تفاصيلها. حي وادي النسناس هو واحد من الأحياء القديمة في حيفا، عمره أكثر من 150 سنة، والسكان الموجودين هناك في الحد الأدنى اللي بقيوا في حيفا في عام 48 عام النكبة بعدهم ساكنين في الحي. سمي وادي النسناس لسببين. السبب الأول بيقال أنه كان في هناك حيوان لما كانت المنطقة بعد وعرية، هو أشبه بأن يكون نسناس، نساس أقرب أن يكون من فصيلة القرود، ولكن في أشخاص بيقولوا أنه كان في عائلة بتحمل اسم نسناس كانت تمتلك مساحات من الأراضي في الحي. نيجي لحي عباس، وهو حي ميل حبيبي وأيضا العديد، يعني خرج العديد من الشعراء والكتاب أيضا، فبدي تحكي لي من هون أكثر عن هذا الحي، وهل فعلا كانوا يسكنوا أغنى العائلات الحفوية؟ حقيقة أنه في حي عباس سكنت كثير من العائلات، أولا الثرية، يعني اللي كان عنده إمكانيات مادية وصاحبة نفوذ في داخل المدينة، وأيضا بين هذه العائلات سكنت أيضا عائلات اللي عدد من أبنائها اتمتعوا بمستوى ثقافي عالي جدا، مستوى علمي مرموق، من أمثال إميل توما اللي هو كان أحد مؤسسي جريدة الاتحاد ورئيس تحريرها، إميل حبيب أيضا من مؤسسي عصبة التحرر ثم الحزب الشيوعي وكان عضو برلمان وكاتب وروائي مرموق ومعروف، أيضا عصام العباسي أحد الشعراء المعروفين في المجتمع العربي الفلسطيني، وما ننسى أبدا أنه كمان محمود درويش الشاعر الفلسطيني عاش في شارع عباس. دكتور جوني، حي وادي الصليب اللي احنا موجودين فيه في كتير مواقع لازم نحكي عنها وبيوت لأشخاص مهمين، فخلينا نبلش هيك بشكل رؤوس أقلام. دكتور جوني، كيف ممكن تجمل لنا المنطقة اللي احنا فيها؟ هاي البيوت لمين تعود؟ الواقع احنا في أعلى حي وادي الصليب. أعلى حي وادي الصليب سكنته العائلات الثرية صاحبة المصالح والمتاجر في مدينة حيفا. خلفنا تماما في كان الزاوية الشاذلية اللي هي حركة صوفية اللي كان إلى عدة فروع في فلسطين، منها فرع في عكا وفرع في ترشيحة. في عنا بيت عائلة كنفاني، عنا بيت رئيس بلدية حيفا الأسبق عبد الرحمن الحاج، ثم بيت اللي هدم للأسف الشديد اللي هو بيت زعيم حيفا رشيد الحاج إبراهيم. مساعي الاحتلال لتهويد الحي، شو اللي عم بتعرض له اليوم؟ الحي تم تفريغه من سكانه عام 48 بالكامل، وتم توطين مستعمرين يهود أحضروا من شمالي إفريقيا وشرقي أوروبا اللي عاشوا في الحي مدة 10 سنوات. حقيقة بعد عام 59 بدأت بلدية حيفا ودائرة أراضي إسرائيل بعملية هدم عشرات من البيوت وبيعها في الأسواق العامة كعقارات. فبعد إبادة الإنسان عام 48 الإنسان الفلسطيني وترحيله عن أرضه بهي الحالة عن حي وادي الصليب، الآن بتم عملية ترحيل
المكان بمعنى الشيء الفيزي الملموس اللي هو الحجر، وفي المرحلة الأخيرة ترحيل الاسم. هوني انتو اصحاب الدهار، ما جيتوا لعنا هيك زوار، حنضل سوا ونعيش نهار، في يوم نبقى مهمومين. حيفا كان في ضرورة لكزدورة في النسناس. سمعنا عن فلافل ميشيل اللي ما بينشبع منه فطور وغدوة وتزريقة سندويشة الليل. أما زهير الخياط أنعان بالقليل بس ما بيترك النسناس، عشرة أهل ما إلها مثيل. موجودين في حي وادي النسناس. نعم. وأحد الأحياء العربية في حيفا، صح؟ قديم جداً هذا الحي لا؟ طبعاً قديم، قبل 48 إحنا موجودين هون يعني. بتحكي لنا أكثر، هو سكني تجاري لأنه فيه من الجهتين؟ من الجهتين فيه بالبي يعني. شوفي بعد الحرب 48 حيفا تقريباً فضيت من العرب، اللي ضلوا أكم من عيلة عربية جابوهن حطوهن في هذا الحي. كيف علاقتكم مع بعض في حي وادي النسناس؟ لا كتير كتير حميمة وأخوية لحد اليوم. إحنا هون حي وادي النسناس بتقدر تقولي نعرف أجدادهن وأولادهن وأولاد أولادهن، يعني إحنا صرنا الدور الثالث هون. أنا بفريت كل محلات العالم بقول لهم وين أحلى محل، بقول لهم هون بس إطراسي هاي هون الواد. قلت لهم يعني أنا اليوم اللي بكون معطل فيه لازم اجي ازور الواد. كان ابوي فاتح محل بوادي الصليب، كان عنده محل خياطه بوادي الصليب، هذا قبل ال 48 فهمت كيف؟ فبعد لما صار الحرب اجت رصاصه فوق هفت فوق راسه، يعني قال شنص خلص ما عدتش اضل في هالبلد ولا دقيقه، قام رحل. بس خلصت الحرب نزل قال بنزل بفقد المحل بشوف شو صار احوال المحل. كانت الهجناء معبي الشوارع. فنهروا عليه قالوا له ايش بتساوي هون؟ قال لي انا عندي محل هون يعني بس حبيت اطل عليه وانا شايف الباب مفتوح نص فتحه. قالوا له اذا بتمشي كمان متر منطخك. بس راحت لهجناه فات طلع على المحل ما لقاش شيء، المحل منهوب ما فيش فيه ولا شيء، لقى بس هدول الدفاتر اللي هن كانوا يعطيهم للزبون وصلات يعني، كانوا يخيط على الايد، المكوى كان بهذاك الوقت كان زمان الانجليز كان ما كانش في كهرباء، كان يعبي المكوى فحم، كل جواخ انجليزيه ماشي ثقيله، يحينوا الكب والبنطلون ياخذوه عند الخياط يقلبوه على الوجه الثاني. انه هذا الوجه كلاح قلب لنا اياه على الوجه الثاني، ما في قماش. كمان قديش متمسك بحيفا وقديه تشعر بحميميه تجاه حيفا؟ لا رحنا مشوار مره على امريكا يعني. قال خليك هون، قلت لهم احنا بنطلعش من حيفا، احنا زرعنا بحيفا ما بتطوبوا لي امريكا بالذهب ما بسكنهاش. مش راح اروح مثلا على بلاد الغرب مشان انعش بلاد غيري، لا بنعش بلادي، بنعش ابن بلدي هون. يا حيفا انت في بالي غنية حلا، طويت شموع الليالي صليتك صلاة. دكتور عود صاحبه محفور عليه قلبه قبل اسمه بشارة ديب، ومن خشب الجوز والشوح صانعه. المغنى حياة الروح، قديه المغنى حياة الروح اللي بتعبر فيه عن كل ما يختلج صدرك من أحزان وأفراح. الموسيقى إذا بديش كهمه لمين ديش كهمه؟ للآلة اللي بعزف عليها. أنا العود طبعاً، إذا كنت مسرور بعزف إشي وإذا كنت حزين بعزف إشي تاني. بالنسبة لي أنا كبشارة ديب هو رفيق عمري، رفيق عمري، لأن أنا من 17 من وأنا جيل 17 سنة العود ما يعني ما مغابش عني، العود دائما مرافقني يعني بحضنه العود كيف أنا كنت أحضن أولادي. حيفا ولادت مين من الفنانين، وأيضا كانت ملتقى لكثير من الفنانين العرب اللي كانوا يقصدوها، صح؟ كانت مركز حيفا. لما نحكي حيفا إذا بدي أذكر من المطربين اللي الكبار اللي وصلوا حيفا، يعني أم كلثوم وصلت حيفا، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش وصل حيفا، وعندنا محمد عبد المطلب. حيفا كمان كان فيها فنانين من حيفا نفسها،
يعني كمان كان عندنا فنانين على مستوى جدا عالي. زي حيفا. يعني خلينا نقول كان في مطرب جدا صوته جميل جدا اللي هو صبحي عزام، كان غنى لعب محمد عبد الوهاب. عندنا من الموسيقيين اللي كانوا بحيفا عندنا الاستاذ حكمات شاهين، كمان كان في عندنا استاذ اسمه سهير رضوان، كمان هدول من حيفا. حيفا قد ايه ملهمه لفنك، وكيف الفنان بيشوف حيفا؟ دير مار الياس هاي المنطقه اللي هي يعني بتطل على كل البحر، بتطل على عكا، بتطل على نهريه، بتطل على جبل على النقوره. لما بشوف هالمناظر الطبيعيه زينه قدامي وبشوف كل هاي الاشي، يعني لحاله بطلع الفن معك بحيفا قدمي حلوه. دائما بضل اقول ما اجملك يا حيفا. انا بروح حيفا وروح بشارة ديب، بدي تدق لي شغله على العود وتسمعنا صوتك الجميل. منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا وأنا أمشي. روحة من روح حيفا بعدها صغيرة وندية، عاشت في بيت عز، في حي اللي فراقه على القلب بعز، حي عباس، حي النخبوية الثقافية الفلسطينية. على البال كل التفاصيل، على البال وأحلى التفاصيل، على البال. كوين ندى ننسميها. I'm not queen. بس مرة واحدة. You are a queen. No. Yes. Okay. I am a queen. You are a queen. Queen of حيفا كمان. Of عباس. Of عباس. حي عباس. في أشخاص كتير لمع اسمهم سكنوا هذا الحي، ومنهم أخوكي إميل حبيبي. فتح اسم الله. كان مبين عليه إنه رح يصير حدا مهم. أول كان يشتغل المطبع. بسيط، بعدين صار تعلم في سانت لوكس بجنب البحر، صحفي يعني شاطر، عنده مخ كبير، كثير كان جريء، ويشتغل بالاتحاد، هو يطبع، يعمل الجريدة، يكتب للجريدة، وعملوا له دوار بشارع الجبل تحت، دوار إميل حبيبي سموه. لسه أخوي بعده موجود طبعا، حبيب قلبي. دايما بقول لك حيفا بتتميز بأنه فيها الجبل وفيها البحر. فيش أحلى من حيفا، وشارع عباس محبوب أكتر إشي. لنروح كل سبت على البحر، أولادي صغار، نتسبح إحنا مع بعض، كتير أحسن من إسا. كنا عيلة واحدة، كل عيد راس السنة نتجمع كل عباس الأصحاب، نروح نعمل حفلة. يا عيني مني، نلبس الأواعي حلوة ونعمل بارتيز، وهذا أوضة الديوان هذا يا ما عملنا فيه بارتيز دانسين تشيك شو تشيك. ذاكرة وقت النكبة؟ أولادنا صغار سير يبكوا، غراض قنابل نسكر عشان ما يسمعوش. هذا الأوضة اللي قبال الصالو هاي كانت مسكرة 75 سنتي، فتحناها عملناها ملجأ، كل الجيران يجوا لعندي وقت الغراض. انتوا بقيتوا بحي عباس؟ هاي روح حيفا. نو واي، هون خلقت، هون بدي أموت. قديه بتطبقي في شهر 10 ندى؟ بدي أصير 94. بقول 49 بشقلب. 49 خلص، 49 بيني وبينك. معروفين عن بنات حيفا انهم حلوين كثير، مثلني انا مثلا، انا مش حلوه، انا مش حلوين. بتجنني، شايفه حالك كنتي؟ كان كل الشباب بتحبني. ها يس، تمشي وراي يسمعوني حكي. ايش في كمان ذكريات تذكريها عن صباكي؟ جوزك حبينا مع بعض، كان بالكواية بالترتيل بالصلاة، سمع صوتي بقول هاي مين اللي بترتل لحالها؟ أجا خطيبي هو أخذني لتحت بالليل، أبوي راح يزوف كف على كف على المطبخ، يا وردي أمي اسمها وردي، أخذها على الخلة يا وردي، إسا بكون باسها ومش عارفة شو، يروح معي جيش من أولاد إخوتي، بنات إخوتي. قلت له لخطيبي يعني خلاص بطلت أروح، هو قال لي شو بدي اخذ جيش كل يوم؟ بدوش بطل ياخذني مشاوير، يعني مرات كان بالسينما ياخذ لي بوس هيك شيء. سرقة. بس وايده على ايدي، وهذا هو مسك ايدها يا وردي بقول لي ثانك يو كوين. يو ار ويلكم، اي لاف يو سو ماتش. اي لاف يو تو. يو سي هاو ماي انجلش از جود. فيري جود، اكسلنت.
وحيفا من هنا بدا وأحمد سلم الكرم وبسملت. حيفا شتاها حلو زي صيفة بين الجبل والبحر، فيه ناس هادف يانه، والسر في كون الكرمل لعمق 70 متر في البحر امتداده مكمل. بس الحفاوي المحروم من بحره قلبه علمين الاحتلال اللي قاطع هالوريد معمل، لكن ما في استسلام عند ام الثورات. اذا كان في كل اسقاع العالم ابن حيفا لا يزال يعيش على اطلال موسم مار الياس سيف وخيل وسباقات، بده يكمل الندر، ويوما ما في 20 تموز رح يرجع ويمشي حافي من نص حيفا للجبل حتى لو صار عجوز. ومن ساحة الحناطير عصفور العودة لكل زاوية في حيفا رح يعلي ويطير. على رأي الشاعر نوح إبراهيم، دبرها يا مستر دل لا تظن الأمة بتمل. لحلوة يا دنيا زينة صندوقة من حيفا الساحلية الفلسطينية الجميلة.